60,000 شائعة أطلقت ضد مصر عبر السوشيال ميديا في 3 أشهر. الاستخبارات الدولية تلعب دوراً كبيراً في إطلاق الشائعات. المخططات الدولية تستهدف إغراق الدول في الفوضى. انخفاض التكلفة وصعوبة المراقبة وسرعة الانتشار وسعت من استخدام الوسيلة. مصر أصبحت نموذجاً يحتذى به في مواجهة أكاذيب السوشيال ميديا. الشفافية والدقة وسرعة التفاعل عوامل نجاحها في المواجهة. كل إخلاص وكل أمانة وكل علم. إدراك القوات المسلحة والداخلية ورئاسة الوزراء وراء النجاح، وصفحات المتحدث العسكري ووزارة الداخلية ومعلومات رئاسة الوزراء خير شاهد.